دي ده زمن الدهان. بتقول طب عايزه حاجه لعلاج النقرس، نعمل ايه؟ اول حاجه في علاج النقرس نقفل محبس البروتين، ممنوع اللحوم الحمراء، الكبده، الكلاوي، الطحال، القلب، القوانص، بنمنع الحاجات دي في الاكل، نمنع الشاي والقهوه، بنمنع البقول، فول وطعميه، بنمنع العدس والبسله والفاصوليا، الحاجات اللي هي كل البقوليات، ونمنع الشوكولاته والمياه الغازيه. طيب اما نمنع الحاجات دي كلها هندي ايه علشان ينزل املاح؟ افضل شيء مغلي البقدونس. البقدونس ده فيه فوائد عظيمه جدا، لو هنقعد نتكلم عن البقدونس وفوائده يمكن من اجمل الاشياء. الاخت اللي بتسال بيقول تجاعيد الوجه، بقول لها تجاعيد الوجه بتذهب من البقدونس. البقدونس فيه ماده بتملى، ماده الكولاجين دي اللي بتملى لنا الفراغات نتيجه العمر والسن، وان تصبح بعد الـ نقول الخطوط بقى خطوط العمر، نقول لا اكل البقدونس المهم اكل البقدونس. فبنقول البقدونس، شرب الماء بوفره، ان الواحد مخصوصا فصل الشتاء انا عايز الناس تبدا تشرب، حتى تشرب سوائل، يعني انا هو اشرب سوائل. بسم الله، شرب السوائل يخلي الانسان باستمرار الدوره الدمويه وبيدي حيويه ونضاره للجلد. يبقى لذلك النقرس لما نشرب كتير بننزل هذا. ممكن نعمل مشروب الشعير او التلبينه، مفيده ايضا للتخلص من هذه البلورات. لو في بقى البلورات تعبه جدا المفاصل بنعمل لها الحجامه. ام سيف بتقول وجع في المعده.